في هذه الأيام العالم كله يمر بتحدي جديد، ألا وهو فيروس كورونا. قد تلغى فعالية هنا أو يحد من حركة الناس هناك أو حتى توضع قيود على السفر والتنقل، ولكن لابد أن نعي بأن كل هذه الإجراءات هي فقط للوقاية وحماية أبناء المجتمع. لابد أن نتكاتف ونكون يد واحدة للتغلب على هذا التحدي. رسالتنا للجميع بأن الخوف والذعر قد يؤثر على الناس أكثر من الفيروس نفسه. لنكن جميعا متحدين ونتمنى السلامة للجميع.